الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام على الحسين جميعا. السلام الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليك يا سفير الحسين يا مسلم ابن عقيل ورحمة الله وبركاته. رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة. لقد بايعوا رغبة منهم فيا بؤس للبيعة كاشحة. وقد خذلوه وقد أسلموه أيوا مسلما. وقد خذلوه وقد أسلموه وغدرتهم لم تزال واضحة. فيا ابن عقيل انفدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة. لنبكي لها بمذاب القلوب فما قدر أدمعنا المالحة. بكتك دما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة. لأنك لم تروى من شربة فناياك فيها غدت إذ أوثقوك. فهل سلمت فيك من جارحة وسحبا تجر بأسواقهم. Yeah.
أتقضي ولم تبكي كالباكيات؟ أما لك في المصر منا سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولباس التقوى ذلك خير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد. صل على محمد وآل محمد. تعبيرا بلاغيا رائعا يتحدث حول التقوى. يعبر القرآن الكريم عن التقوى باللباس، تعبير راقي، تعبير له مدلول عميق. يريد أن يبين القرآن لنا بأن التقوى كاللباس الذي يلبسه الإنسان على بدنه، حتى نعرف وجه الشبه بين التقوى وبين اللباس لابد نعرف مزايا وخصائص اللباس الذي نلبسه على أبداننا. الإنسان ليش يلبس اللباس؟ اللباس له عدة مزايا، منها أنه يحفظ البدن من البرد، ومنها أن هذا اللباس يحيط ببدن الإنسان، فالبدن محاط واللباس محيط بهذا البدن من كل الجهات. من مزايا اللباس الذي يلبسه الإنسان أنه زينة للإنسان. الإنسان ليش يلبس اللباس؟ حتى يتزين به أمام الآخرين. فاللباس من خصائصه أنه زينة. فنجي إلى الآية المباركة، ليش عبرت عن التقوى باللباس؟ ولباس التقوى ذلك خير. كأنما تريد الآية أن تقول كما أن البدن يحتاج إلى لباس، روح الإنسان أيضا تحتاج إلى لباس. كما أنك تتزين بهذا اللباس المادي وتحيط ببدنك بهذا اللباس المادي وتتزين أمام الناس، تظهر بمظهر جميل ونظيف ولائق بهذا اللباس لبدنك، أيضا الإنسان يحتاج إلى لباس للروح يلبسه كي يظهر بمظهر جميل أمام الناس روحيا أيضا. فالتقوى هي خير لباس للإنسان، خير لباس لروح الإنسان. التقوى أن تجعل بينك وبين معصية الله حاجز، جدار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تلك النار الأخروية مو وقودها الورق والخشب، لا، وقودها الناس والحجارة، نار عظيمة. فاجعل بينك وبين النار وقاية وحاجز. كيف أجعل بيني وبين النار وقاية وحاجز؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى واجتناب معصيته. أن تمتلك هذه الملكة النفسانية في داخلك بحيث تبتعد عن الذنب، تبتعد عن الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى، هو خير لباس تقتنيه لنفسك. لاحظ الآية فيها تعبير بلاغي آخر ودقيق وجميل جدا للمتذوقين لبلاغة القرآن الكريم. شوف إيش عبرت الآية، قالت ذلك خير. ذلك اسم إشارة للبعيد، في عندنا اسم إشارة للبعيد فتقول ذلك الرجل، وفي عندنا اسم إشارة للقريب فتقول
هذا الرجل. ليش الآية قالت ذلك خير؟ ليش ما قالت ولباس التقوى هذا خير؟ هنا التعبير باسم الإشارة للبعيد إشارة إلى رفعة هذا اللباس. هذا اللباس له مقام رفيع كما عبرت الآية القرآنية أيضا في سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، مع أن الكتاب بين أيدينا، لكن هذا الكتاب عظيم له شأن رفيع لا يمسه إلا المطهرون. فهنا التعبير بذلك تعبير بلاغي، يراد منه الإشارة إلى بعد مرتبة هذا اللباس. يعني ينبغي أن تسعى إلى أن تلبس هذا اللباس لروحك، فتكون من الأتقياء، ممن يخاف الله سبحانه وتعالى. تعبير بلاغي آخر أيضا في الآية المباركة في كلمة خير، لاحظ استعملت النكرة، ما قالت ذلك الخير، وإنما قالت ذلك خير، جعلت كلمة خير نكرة مو معرفة. والنكرة في الاستعمالات البلاغية تدل في بعض الأحيان على اتساع المعنى. ذلك خير يعني كل الخير في هذا اللباس، كل السلامة، كل التوفيق الإلهي، كل القرب الإلهي في هذه الكلمة، في هذا الخير، في هذا اللباس عفوا. ولباس التقوى ذلك خير. كيف أحوز على هذا اللباس؟ كيف ألبس لباس التقوى؟ خصوصا في بلاد الغربة، في مثل هذه البلاد التي يكثر فيها الفساد، يكثر فيها نعم عصيان الإنسان لربه عز وجل، يكثر فيها الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، تكثر فيها الملهيات الدنيوية والمادية. كيف الإنسان يحافظ على هذا اللباس فلا يخلعه، يصير دائما متلبس بلباس التقوى، يصير رجل تقي يخاف من الله سبحانه وتعالى، فلا يغتاب الناس، فلا يعتدي على الناس، فلا ينظر إلى الحرام. لابد أن نعرف العوامل التي توقع الإنسان في معصية الله. إذا الإنسان يعرف بأن الله سبحانه وتعالى هو خالقه، وأنه سيده، وأن الإنسان يجب عليه أن يطيع الرب عز وجل، ليش يعصي أجل؟ لماذا يتجرأ الإنسان على الله سبحانه وتعالى؟ توجد هناك عدة عوامل، أختصر لكم بعض هذه العوامل بشكل سريع وموجز. من هذه العوامل أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان ركب فيه العقل والشهوة، بعكس الملائكة التي خلقها الله فلم يركب فيها إلا العقل، والبهائم التي خلقها الله فلم يركب فيها إلا الشهوة. الله أكرم الإنسان، أعطاه عقل وأعطاه غرائز، فإذا غلب عقله شهوته أصبح أفضل من الملائكة. ليش؟ لأنه بإرادته، باختياره، خالف الغرائز، حكم العقل اللي عنده. هذا العقل يميز بين الصواب وبين الخطأ، فإذا الإنسان خلى عقله هو الذي يميز له، هو الذي يسيره في حياته، صار هذا الإنسان أفضل من الملائكة. ولكن إذا خلى الإنسان شهوته هي التي تقوده، صار هو تابع للشهوة، كل ما تقول له شهوة افعل فهو تابع لها، يصير أردى من الملائكة، عفوا أردى من البهائم، إنهم كالأنعام بل هم أضل. الإنسان إذا ما يخلي عقله يقوده إلى رضا ربه، ما يخلي عقله هو الذي يميز له بين الطاعة والمعصية، بين الحسن والقبيح، فإنه سيكون أردى من البهائم. ليش؟ البهيمة لأن ما عندها عقل من الأساس، همها علفها. البهيمة همها أن تأكل، أن تشرب، أن تنكح، أن تنام والسلام. أما الإنسان عنده عقل، عنده غريزة، فيكون يحكم العقل على الغريزة، يخلي العقل هو القائد له،
هو المسير له. هذا عامل إذن من العوامل اللي تخلي الإنسان يقع في الذنب اللي هو اتباع الغرائز، اتباع الشهوات، اتباع الغضب. عامل آخر وسوسة الشيطان. الشيطان الرجيم لعنه الله يقول عنه الباري عز وجل في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشيطان شنو دوره في حياة الإنسان؟ يوسوس، يبث أفكارا في ذهنك. وسوسة الشيطان بمعنى بث الأفكار خفية في ذهنك، في خواطرك. الشيطان استشاري، لكن مو استشاري في الطب، استشاري في الخبث. الشيطان يشير عليك بمعصية الله، يزين لك المعصية. الشيطان يدعوك، دوره الدعوة، دوره الوسوسة، يعطيك هذه الأفكار. فالإنسان إذا استمع إلى وساوس الشيطان دعته هذه الوساوس إلى الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى. آية أخرى تعبر: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وين وين خاف الله هذا الشيطان؟ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فالشيطان يزين للإنسان المعصية، يدعو إلى المعصية، لكن إذا وقع الإنسان في المعصية والذنب يتبرأ من الشيطان. عامل ثالث من العوامل التي توقع الإنسان في معصية الله سبحانه وتعالى وتشجعه على ذلك، تشجعه على خلع لباس التقوى: أصحاب السوء. الإنسان إذا يروح ويجي مع ناس بعيدين عن الله، ما يعرفون الله، ما يخافون الله، يغتابون الناس، يتعدون على حقوق الناس، شو يصير هذا الإنسان؟ يصير مثلهم بعد. فإذا صاحب الإنسان صاحب السوء، دعاه صاحب السوء إلى المعصية. أما إذا صاحب مؤمن يخاف الباري عز وجل، يصلي الصلاة في أوقاتها، فإنه يتأثر به. فالصاحب له مؤثرية أو لا؟ له مؤثرية، ومؤثرية عميقة في حياة الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر. قد لا يدعوك صاحبك إلى معصية الله، لكن لما تشوفه متجرئ، متهتك، فاسق، لا يرعى لله حرمة، فإنه يقلل لك أو يقلل في داخلك الداعي إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. الإمام الحسين عليه السلام يمر على رجلا يغتاب رجلا آخر، جالس يحكي في خلق الله، يتكلم على فلان وفلتان. شو يقول للإمام عليه السلام؟ يا هذا كف عن الغيبة فإنها إدام كلاب النار. وفي رواية أخرى ونبه الإمام عليه السلام على خطورة هذا الأمر، يقول: إياك والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا. عجيب، لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها. حقوق الناس غير حقوق الله. الله سبحانه وتعالى إذا رجع الإنسان إليه وأناب إليه وتاب من الذنب توبة صادقة نادما على فعلته، فإنه يتوب عليه. لكن حقوق الناس تحتاج إلى رضا الناس أنفسهم. الله ما يتسامح ويا حقوق الناس. لذلك هناك عدة عوامل تجعل الإنسان يخلع هذا اللباس، لباس التقوى. فكيف يحافظ الإنسان على هذا اللباس؟ يكون يصادق الأصحاب الجيدين الذين يذكرونه بالله
سبحانه وتعالى. تشوف أهل الكوفة ليش خلعوا لباس التقوى، ليش خلعوا لباس الطاعة للإمام عليه السلام؟ لأنهم أحبوا الدنيا، حب الدنيا يعمي الإنسان. عدم الصادق مع الإمام، عدم تقوية الإيمان، جعلهم يخذلون الحسين عليه السلام. يدعون الإمام يقولون له تعال من المدينة، احنا ما علينا إمام، احنا نبايعك على أن تكون خليفة المسلمين. ويدزون للإمام الحسين آلاف الرسائل والكتب كي يأتي من المدينة إلى العراق فيبايعونه على ذلك. وفعلا الإمام عليه السلام بعث بسفيره مسلم بن عقيل: إني باعث إليكم أخي وثقتي وابن عمي، وفي رواية المفضل عندي من أهل بيتي، أوسمة شرف لمسلم ابن عقيل من فم المعصوم عليه السلام، حتى يشوف الخبر، حتى يبايعون مسلم ابن عقيل نيابة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وفعلا وصل مسلم إلى أرض الكوفة وبايعه كما في رواية 18,000 رجل. لكن ما إن دخل عبيد الله ابن زياد إلى الكوفة إلا وقد فرقهم وهددهم وخوفهم بجيش عظيم يأتي من قبل الشام، فتفرقوا عن مسلم بن عقيل. مسلم صلى في تلك الليلة في مسجد الكوفة، صلى بالناس، صلى خلفه جماعة، ما أن انفتل من صلاته يلتفت خلفه يلتفت وراءه لا يرى خلفه إلا أحد من الناس، كلهم تركوا مسلم، كلهم خذلوه. ومسلم غريب، مو من أهل الكوفة، مسلم من أهل المدينة، لا يعرف الطريق، يخرج من المسجد لا يعرف إلى أين يسير وإلى أين يتوجه. سار في أزقة الكوفة إلى أن وقف على باب تلك المرأة المؤمنة طوعا، وكان عطشان بأبي هو وأمي. خرجت هذه المرأة تبحث عن ولدها في ذلك الليل الدامس، وإذا بها ترى مسلم واقف عند الباب، وهي لا تعرف مسلم. ما لك واقف عند باب داري؟ قال لها أمة الله: هل لي من شربة ماء؟ أخرجت له ماء، شرب مسلم، دخلت، خرجت مرة أخرى فرأته لا زال واقف عند الباب. ما لك واقف عند باب داري؟ ألا تذهب إلى أهلك؟ إني أحرج عليك الوقوف عند باب داري. كيف يرد عليها مسلم؟ بماذا يجيبها؟ يقول لها: وعانا مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، غريب وعمامي بغير ديرة، ومثل حيرتي ما جرت حيرة، أنا مسلم الفاقد نصيرة، أنا مسلم الفاقد نصيرة. أنت مسلم على الرحب والسعة، تفضل في دارنا. أكرمت مسلم، أدخلته في دارها، بات عندها في تلك الليلة، ولكن بأية حالة؟ يصلي راكعا ساجدا لله، يدعو الباري عز وجل، وكأنما يودع الدنيا. مسلم بن عقيل في تلك الليلة وفي ذلك الدار، وإذا بابنها الخبيث يخبر ابن زياد بأن مسلم في دارهم. وفعلا يبعث ابن زياد بابن الأشعث إلى مسلم عليه السلام،
كي يأخذوه إلى ابن زياد، ما إن أصبح الصباح إلا ويسمع مسلم تلك الأصوات، أصوات الرجال عند باب الدار. خرج إليهم كي لا يقتحموا عليه الدار، قاتلوه، قاتلهم قتال الأبطال، حتى قتل منهم مقتلة عظيمة، قتل 42 رجل. بعث ابن الأشعث إلى ابن زياد بأن يمده بالخيل والرجال، قال: ويحك، بعثتك إلى رجل واحد ويقتل فيكم هذه المقتلة العظيمة؟ فقال له: إنك ما بعثتني إلى بقال من بقاقلة الكوفة، ولا إلى جرمقان من جرامقة الحيرة، إنك بعثتني إلى سيف من أسياف رسول الله صلى الله عليه وآله. مده بالخيل والرجال، قاتلوا مسلم، وكانوا يرمونه من فوق البيوت بالنار والحجارة، حتى حفروا له تلك الحفيرة، استدرجوا مسلم حتى ألقعوه في تلك الحفيرة، ضربه اللعين على شفته العليا فقطعها، استخرجوا مسلم ملببا: رحم الله من نادى يا مسلما. هذا وطوعة، انظروا إلى مسلم، ظلت تناديهم: يا الكوفان رحموا، هذا ابن أخو الكرام بجثته إلى الأرض حتى تكسرت عظامه.
فبطوا حبلا في قدميه أخذوا يسحبونه في أزقة الكوفة. رحم الله من نادى ومسلما. ما إن وصل الخبر إلى الحسين عليه السلام إلا وقد بكى بكاء شديدا. أخذ يسأل عن يتيمة مسلم المسمات بحميدة. أخذ حميدة أجلسها في حجرة، أخذ يمسح على رأسها. أحست اليتيمة باليتم والخطر. ما عودتني بهذا الفعل يا عم من قبل، هل أصيب والدي بسوء؟ فقال لها بني أنا أبوك وبناتي أخواتك. قلبي كسرت يا غريب الغابر، مثل اليتامى تمسح بكفك علي، بمسحك على راسي تركت القلب ذايب. هذا يعني من علامات المصايب. قلبي تروع حيف ابويا بسفر ضايب. قلبي سفر ضايب. طول الغيب يعودها الله بعجلي. بماذا يجيبها الحسين؟ يقول جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة، يقولون من قصر الأمارة بالحبل بالأسواق جسم ساحبينا، وراس المشكل راح للطاغي هدية. هي وراس المشكل راح للطاغي. رسول حسين ونعم الرسول، إليهم من العترة الصالح يا الله. اللهم إنا نسألك وندعوك بحبيبك المصطفى، بعلي المرتضى، بفاطمة الزهراء، بالحسن المجتبى، بالحسين الشهيد بكربلاء، بالتسعة المعصومين من ذرية الحسين، بالحجة المنتظر، نسألك أن تمن على مرضانا بالصحة والعافية، وأن تقضي حوائجنا، وأن تفرج همومنا، وأن ترضي عنا صاحب العصر والزمان. يا الله يا الله يا الله. والفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات تسبقها صلوات.